واحد يقول ما الشروط الواجب توافرها لزواج شاب مصري من أمريكية في كنيستنا الأرثوذكسية؟ وهل هذا الزواج معترف به تماما؟ طبعا الشرط الأول أن يتم الزواج بواسطة الكنيسة الأرثوذكسية بواسطة كاهن أرثوذكسي. ثانيا اللي يجوز واحدة أمريكية لازم يشوف طباعه تتفق مع طباعها ولا لا، لأن ساعات يكون الثقافة بتاعتهم والنظرة الاجتماعية كل حاجة تختلف عن الشرق في فكرته وفي نظرته. لكن المفروض انها تكون أرثوذكسية ويتم الزواج في كنيسة أرثوذكسية بواسطة كاهن أرثوذكسي. وطبعا يترك بقى باقي التفاصيل للأب الكاهن اللي هيقيم الزواج.